عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في المراجعة النهائية لمادة الميكانيكا تطبيقات الرياضيات. النهاردة إن شاء الله هنبدأ المراجعة مع بعض كده ونحاول نركز مع بعض عشان ربنا يوفقنا ونقدر نعمل مراجعة حضرتك تستفيد بيها وتساعدك في حل الامتحان. نسمي بالله كده ونبدأ مع بعض ونشوف سؤالنا الأول. بيقول سؤالنا الأول بيقول 20 متر على الثانية بيساوي نقط كيلومتر على الساعة. بصوا يا أولاد، احنا عندنا مجموعة من التحويلات مهمة جدا، أنا هراجعهم معاك كده واحدة واحدة عشان إن شاء الله لو احتجت أي تحويلات في وسط المسائل تقدر تبقى إن شاء الله شاطر فيها. أول تحويلات عندنا تحويلات المسافات، يبقى أنا هتكلم معاك النهاردة عن التحويلات. المسافات يا أولاد عندنا في المنهج كيلومتر، وعندي متر، وعندي سنتيمتر. لو عايز تحول من كيلومتر لمتر بنضرب في 1000، طب من متر لسنتيمتر بضرب في 100. طيب لو انا عايز ارجع من سنتيمتر لمتر هتعمل عملية بالعكس، بدل ما هتضرب هنقسم على 100، طب من متر لكيلومتر هقسم على 1000. خلي الرسمة دي في عينيك كويس وخليها قدام عينيك. كمان وحدات دي وحدات المسافات. طيب أمال لو عايز أتكلم على الزمن، الزمن عندنا في المنهج ثلاث حاجات، يا إما ساعة يا إما دقيقة يا إما ثانية. لو حضرتك عندك زمن بالساعة وحبيت تحوله لدقيقة، فمن ساعة لدقيقة بضرب في 60، طيب من دقيقة لثانية بضرب كمان في 60. طب لو حبيت أعمل عملية العكسية، أرجع من ثانية لدقيقة بقسم على 60، طب من دقيقة لساعة بقسم على 60. طيب واحد يقول لي لو من ساعة عايز أروح لثانية بضرب في 60 في 60، وعلى فكرة عندنا غلطة مشهورة قوي، 60 في 60 مش ب120، تمام، ب3600، عشان دي غلطة مشهورة قوي عندنا. طيب دي التحويلات اللي أنا ممكن أحتاج لها، يبقى تحويلة المسافة وتحويلة الزمن. بس عندي كمان تحويلة مهمة قوي، أمسح دول كده. من التحويلات المهمة قوي يا ولاد عندنا تحويلة كيلومتر، ساعة، ودي وحدة سرعة، كيلومتر للساعة دي وحدة سرعة. لو عايز أحولها المتر على الثانية، ودي برضو وحدة سرعة. يبقى خد بالك لو عايز أحول من كيلومتر في الساعة لكيلومتر في الثانية كنا بنضرب في رقم مشهور قوي، حد عارفه؟ أيوة انطق معايا كده قبل ما أكتب، برافو عليك، 5/18. يبقى لو عندك وحدات كيلومتر في الساعة ووحدة سرعة بكيلومتر في الساعة وحضرتك ضربتها في 5/18 كده بتحول لوحدة اسمها متر على الثانية. وعلى نفس المبدأ اللي فات لو حبيت ارجع من متر على الثانية لكيلومتر على الساعة بقسم على 5/18. طب واحد يقول لي لا يا مستر انا هضرب في 18/5، برافو عليك، ده صح وده صح، كده انت صح وكده انت صح، تمام. دول الثلاث تحويلات المهمين اللي عندنا في المنهج. طب نرجع للسؤال بتاعنا كده ونشوف. السؤال بيقول 20 متر على الثانية بيساوي كم كيلومتر في الساعة؟ نبص كده يا ولاد هنعمل ايه؟ طالما انا عايز من متر على الثانية لكيلومتر في الساعة يبقى انا هضرب في كام؟ حد فاكر التحويلة؟ برافو عليك، هضرب في 18/5 او هقسم على 5/18 زي ما انت عايز، انا قلت لك الاتنين صح، تمام؟ طب حاصل ضرب دول يطلع كام؟ يطلع 72، فهختار 72. يا ريت يكون فهمنا السؤال ده، تمام. نشوف سؤال تاني. ستة وتلاتين كيلومتر على الساعة بيساوي متر على الثانية، كم متر على الثانية؟ طيب احنا قلنا عشان احول من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية بضرب فيه، حد هيسمعني؟ برافو عليكم، 5/18. يبقى هاخد ال 36 اللي قدامي دي اضربها في 5/18، هتطلع بكام؟ معايا الآلة الحاسبة بتاعتي هحسبها، تطلع 10، فاختار 10 تبقى اسمها 10 متر على الثانية، تبقى اسمها 10 متر على الثانية، تمام يا أولاد؟ تمام. نشوف سؤال تالت. بيقول سيارة تتحرك بسرعة منتظمة،
خد بالك كلمة سرعة منتظمة مقدارها 72 كيلومتر في الساعة لمدة ربع ساعة. بص أنا عايزك وأنت بتقرا في الامتحان كده تركز في الوحدات كويس، ودنك تسمع كل وحدة براحتها كده. هنا بتكلم 72 كيلومتر في الساعة، طب هنا مدة الزمن عندي ربع ساعة، مفيش أي اختلاف في الوحدات، الدنيا تمام. طيب ده بيقول لي سرعة منتظمة، أنا عايز حضرتك أول ما تسمع كلمة سرعة منتظمة في الامتحان دماغك على طول تروح للقانون ده. احنا عارفين ان السرعة بتساوي المسافة او الازاحة على الزمن، تمام؟ السرعة بتساوي المسافة على مين يا اولاد؟ على الزمن. انا عايز عليك تروح للقانون ده بس. طب تعال نسمعه كده مع بعض. ادي السرعة بتساوي مين؟ مسافة على زمن. طب لو عايز الزمن تبقى مسافة على سرعة. طيب لو محتاج السرعة بتساوي مسافة على زمن، مسافة سرعة في زمن، وتفضل تتحرك معايا في المثلث ده كده. المثلث ده تحفظه كويس لانك هتحتاج له في الامتحان كتير. طيب احل سؤالي ازاي؟ بقول سيارة تتحرك بسرعة منتظمة، يبقى انت يا مستر عايزني اول ما اسمع كلمة سرعة منتظمة ارسم المثلث ده قدام عينيا، برافو عليك. السرعة المنتظمة مقدارها 72 كيلومتر في الساعة وهيتحرك لمدة ربع ساعة. انا برضو مش عايزك برضو تكتب قانون بس، انا عايز الوحدات تبقى حاجة أساسية في التفكير بتاعك في الامتحان. يعني ايه حاجة أساسية؟ يعني برضو وداني بتسمع للمرة التانية بأكد، ساعة ساعة انا ما عنديش اختلاف في الوحدات. فإن المسافة المقطوعة بتساوي كام كيلومتر؟ برضه هو بيطلب بالكيلومتر، فلازم حضرتك تبقى مركز في الوحدات بتاعتك. طيب، أدي الراجل مديني سرعة ومديني زمن وعايز مسافة، بص في المثلث بتاعك بقى، يبقى المسافة هنا بتساوي مين؟ المسافة بتساوي السرعة مضروبة في مين يا أولاد؟ في الزمن. طب تعال نطبق، أدي المسافة بتساوي سرعة في زمن. طب وبعدين؟ هبدأ أعوض عن السرعة، السرعة عندي بكام؟ 72 كيلومتر في الساعة، عوضت عنها إيه؟ طب الزمن عندي كام؟ ربع ساعة، أدي ربع. طب أضرب 72 في ربع تطلع كام؟ تطلع 18، 18 إيه؟ كيلومتر. 18 كيلومتر، فاختار 18 كيلومتر. فهمنا كويس؟ وحدات، منهج التطبيقات أو الميكانيكا، في وحدات كتير، فتركز في الوحدات كويس عشان إن شاء الله تطلع سالم من المسألة. طيب، نشوف مثال كمان. المثال بيقول الزمن بالساعة الذي تستغرقه سيارة تتحرك بسرعة منتظمة. ها دماغك راحت معايا فين؟ على طول مستر قال أول ما أسمع كلمة سرعة منتظمة دماغي تروح للقانون ده، تمام؟ في عين نون المثلث ده تحفظ كويس يا ولاد. طب أدي السيارة تتحرك بسرعة منتظمة 20 متر على الثانية، وحداتك متر ثانية، وحداتك للمرة الثانية متر ثانية. فقطع مسافة في قطع، عايز الزمن اللي هتستغرقه السيارة في قطع مسافة 180 كيلومتر. خد بالك بقى هنا في بقى كده الوحدات اختلفت اهي، 180 كيلومتر، وانا الاول كنت بتكلم بمتر على ايه؟ على الثانية. عايز الزمن اللي هتستغرقه، الزمن بالساعة اللي هتستغرقه في قطع المسافة دي. طيب هو الراجل بيشرط عليا كده انا عايز الزمن بالساعة. طب وانا عندي هنا سرعة ب 20 متر على الثانية، يبقى ال 20 متر على الثانية دي يا اولاد لازم تتحول من متر على الثانية لكيلومتر على الساعة عشان تبقى وحداتنا كلها بالساعة. طب تعال نشوف هنحل ازاي. أنا المطلوب مني الزمن، يبقى الزمن من المثلث بتاعنا بيساوي ف على عين، فحطيت القانون بتاعي نون بيساوي ف على عين. طب تعال نعوض، هقرا كده، الزمن بالساعة التي تستغرقه السيارة تتحرك بسرعة منتظمة في قطع مسافة 180 كيلو، يبقى المسافة عندي بكام يا أولاد؟ ب 180 كيلو، فعوضت على المسافة ب 180. انما انا مشكلتي في السرعه، السرعه بوحدات تانية مختلفه خالص، اسمها متر على الثانيه، اسمها وحدات متر على الثانيه، وانا مش عايزها بوحده متر على الثانيه، انا عايز احول لكيلومتر على الساعه. طب احنا متفقين ان التحويل من متر على الثانيه لكيلومتر على الساعه بضرب في 18 على 5 او بنقسم على 5 على 18، وهم قلت هما الاثنين واحد. طيب يبقى اما امسك ال 180 اقسمها على 20 واضربها في 18 على 5 عشان احولها لكيلومتر على الساعه، تطلع الاجابه معايا 2.5. يبقى المسافة الزمن ساعتها هيساوي 2.5 ايه يا ولاد؟ 2.5 ساعة. يبقى انا كده هبدأ اختار عندي في الاختيارات 2.5 ساعة. يا رب الوحدات يا ولاد، انا كل مسألة هحلها هقول لك أكد معايا على الوحدات، أكد معايا على الوحدات والتحولات تبقى مذاكرها كويس. طيب نشوف مثال تاني. دخل قطار طوله 150 متر نفقا مستقيما طوله فيه متر. عارفين يا اولاد في نفق كده والقطر داخل جوه النفق، تمام؟
القطر كان طوله 150 متر والنفق طوله فيه متر، فاستغرق عبوره بالكامل. حط لي 100 خط تحت كلمة بالكامل. كلمة بالكامل دي هي المهمة قوي. القطار هيتحرك بالكامل عشان يخرج من النفق الناحية التانية. بصوا يا ولاد المنظر عامل كده، ادي القطار وادي النفق. القطار داخل النفق، تمام؟ القطار بتاعنا اهو جاي من بعيد، هيبدأ يدخل النفق. طيب لو بدأت أدردش معاك كده، تعال ناخد وندي مع بعض دقيقة كده. لو قلت لك القطار كده بدأ يتحرك داخل النفق، داخل النفق، السؤال كده القطار بدأ يخرج من الناحية التانية، برافو عليك، بس هل خرج بالكامل؟ لا. طب بدأ يتحرك كده، هل خرج بالكامل؟ لا. طب بدأ يتحرك مسافة أطول، هل خرج بالكامل؟ لا. طب إمتى القطار يخرج بالكامل؟ لما تكون آخر جزئية في القطار خرجت من النفق. يبقى إمتى أحكم على قطار إنه خرج بالكامل من النفق؟ لما يكون آخر جزء في القطار خرج من النفق، تمام؟ ده كده بنسميه القطار خرج بالكامل، القطار خرج بكامل هيئته، خرج بره النفق. إنما غير كده ما خرجش بالكامل، يبقى كلمة بالكامل اللي في السؤال هي دي المهمة عندي. نرجع بقى تاني لسؤالنا كده ونشوف. بص يا ولاد كده معايا، أدي القطار قدامي وأدي النفق، والقطار هنا كان 150 متر والنفق كان طوله فيه متر. عشان القطار ده يخرج بالكامل من النفق ده، شايفين العلم اللي محطوط في آخر القطار ده كده؟ لازم يكون وصل لحد أهو، دي اسمها مؤخرة القطار، دي آخر جزء في القطار، آخر حتة في آخر عربية في القطر. ده عشان تخرج بالكامل من النفق لازم العلم اللي أنت شايفه ورا ده، عشان يبين لك بس الموضوع، لازم يخرج هو كمان من النفق. يبقى عشان نتحرك المسافة دي لازم نبقى عارفين إن إحنا هنتحرك مسافة عشان القطار يخرج بالكامل، لازم يتحرك مسافة مقدارها 150 متر اللي هي طول القطر، ويتحرك كمان طول النفق، النفق اللي هو مدولنا كام؟ فيه متر. أرجع بقى للسؤال تاني، دخل القطار طوله 150 متر نفقًا، نفق ماله؟ مستقيم، طول النفق ده كام؟ فيه متر، فاستغرق عبوره بالكامل من النفق زمن قدره 15 ثانية. أوجد طول النفق إذا كانت سرعة القطار منتظمة. سرعة القطار إيه يا ولاد؟ منتظمة. وقلت لك بص يا ولاد في حبة أساسيات كده هعيد وأكرر كتير فيها. لما حد يقول لك سرعة منتظمة، أنا عايز المثلث اللي فوق اللي كان في المثال اللي فات واللي قبله واللي قبله ده يفضل في عينيك كده قدام عينيك على طول. طيب بس خد بالك بقى إن سرعة القطر كام؟ 90 كيلومتر في الساعة. وحدات. يا مستر أنت قلت كتير الكلمة دي وهكررها تاني كتير، وحدات. اقرا وحداتك كويس، متر، متر، ثانية، كيلومتر في الساعة. لا 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 أنا عندي مشكلة في الوحدات. يبقى لازم أركز كده وأنا شغال إن الكيلومتر في الساعة دي هشتغل بيها في متر على الثانية. في ناس بتحب من الأول تاخد 90 تضربها في 5 على 18 عشان تحولها من كيلومتر في الساعة لمتر في الثانية وتشتري دماغها من الأول. كده يبقى برافو عليك. طيب إيه اللي هستفيده من الموضوع ده؟ طيب أنا هكتب القانون بتاعي. إيه القانون بتاعي؟ إن الف بتساوي ع في مين؟ في نون. بس تعالى نتفق. هي مين الف؟ دي المسافة اللي هيمشيها القطار، المسافة اللي هيمشيها القطار عشان يخرج بالكامل من النفق. تمام كده يا ولاد؟ طب المسافة دي مقدارها قد إيه؟ تعال نعوض كده ونشوف. المسافة دي اتفقنا إن القطر هيمشي 150 وكمان الف متر، يبقى المسافة اسمها 150 زائد ف. خد بالك بس عشان الرموز ما تختلفش معاك. الف دي نقصد بيها طول النفق غير الف اللي عندنا في القانون. تمام؟ بس هما ساعات المسائل بتجي لك نفس الرموز، فدي حاجة ما تخوفكش يعني. يبقى المسافة اللي هيمشيها القطر عبارة عن 150 زائد ف. طيب ده بيساوي عين. أنا اتفقت في جزئية السرعة دي إن السرعة دي 90 كيلومتر في الساعة. والسرعة دي يا أولاد مختلفة في الوحدات عن بقية المسألة كلها. المسألة كلها كانت ماشية بالمتر والثانية. يبقى هاخد ال 90 أضربها في 5 على 18. يبقى لما أضرب ال 90 في 5 على 18 وأضربها كمان في الزمن، إيه الزمن ده؟ ده الزمن اللي هياخده لعبور النفق. وقال لي ان الزمن ده بيساوي 15 ثانيه. زمنك ده بيساوي 15 ايه يا اولاد؟ ثانيه. يبقى هضرب 90 في 5 على 18 في 15. طب تعال نحسبها كده نشوف هتطلع كام. هيطلع 150 زائد ف بيساوي 375. طب هودي ال 150 بالطرح وانتوا شاطرين في الحاجات دي، تطلع ف بتساوي 125 متر. يبقى يا اولاد ده معناه ان طول النفق اللي قدامي ده، طول النفق اللي قدامي ده 125 متر. ده سؤال يتذاكر كويس وتاخد بالك منه كده ان شاء الله عشان يبقى يعني يعلي الاستيعاب عندك. نشوف مثال تاني. يتحرك راكب دراجة ألف
على طريق مستقيم بسرعة 15 كيلومتر في الساعة، ويتحرك في نفس الاتجاه راكب آخر ب بسرعة 12 كيلومتر في الساعة، فإن سرعة ب بالنسبة لألف تساوي كام كيلومتر في الساعة؟ ده ولاد سؤال يخص السرعة النسبية. طب ما تيجي نراجع مع بعض كده على قوانين السرعة النسبية. أمسح البورد اللي قدامي كده ونبدأ نشوف السرعة النسبية عندنا كانت قوانينها عاملة إزاي. بص يا ولاد، قوانين السرعة النسبية، قوانين السرعة النسبية عندك شكلين، شكل بالصورة المتجهة يعني، وانت بتتعامل مع قوانين السرعة النسبية هتتعامل بأسلوبين، هو انت بيديك السرعات بالصورة المتجهة ولا بالصورة الإحداثية العادية؟ تمام؟ يعني هل هو بيديني السرعة كمتجه ولا بيدهني سرعه عاديه 5 كيلومتر في الساعه 3 كيلومتر اللي هي السرعه القياسيه بتاعتنا. تعال نشوف لو سرعه متجهه. بيقول لي عين الف ب، وما ننساش بقى علامه المتجه. اولا يعني ايه عين الف ب؟ يعني سرعه الجسم الف بالنسبه للجسم ب. يعني لو سيارتين يبقى سرعه السياره الف بالنسبه للسياره ب. وخد بالك ده معناه ان ب هو اللي بيشوف، يعني ب هو الراصد، هو اللي بيقيس. يعني لو ب ده عربيه شرطه يبقى عربيه شرطه هي اللي بتشوف. ب ده لو حضرتك راكب جنب بابا العربيه وبتبص على العربيه الثانيه يبقى انت اللي اسمك ب، لان ب ده هو اللي بيشوف، هو اللي بيرصد اللي بيحصل. بالصوره المتجهه القانون بتاعنا اسمه عين الف ناقص عين ب. يبقى بالصوره يا اولاد المتجهه القانون بتاعي اسمه عين الف ناقص عين ب، وملوش اي شكل ثاني. ده شكل القانون بتاعك بالصوره المتجهه. طب الصورة القياسية بتاعتنا العادية، قال لك لا، الموضوع هيعتمد على حاجتين، الموضوع هيعتمد على حاجتين. هل الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه ولا هيتحركوا في عكس الاتجاه؟ لو بيتحركوا في عكس الاتجاه في نفس الاتجاه يبقى عين ألف في بتساوي، لو بتحركوا في نفس الاتجاه يبقى عين ا ب بتساوي عين ا ناقص عين ب. كده ظاهره بتالي، يبقى عين ا ب نمسحها كده ونحاول نظهرها عشان تبان معاك في الشاشه. يبقى دي عين ا ب بتساوي عين ا ناقص عين ب. طب لو بتحركوا في عكس الاتجاه، يعني الاتنين بيتحركوا في اتجاهين متضادين، دي معناها يا اولاد ان عين ا ب بتساوي عين ا زائد عين ب. يا ريت القانونين دول يبقى برضو محفوظين كويس. يبقى هقول معاك تاني، انت عندك صوره متجهه، عندك صوره متجهه، الصوره المتجهه عين ا ب متجهه بتساوي عين ا ناقص عين ب. ده بنشتغل متجهات وهيبان دلوقتي معانا في الاسئله. اما الصوره القياسيه بتاعت القانون بتقول ان لو بيتحركوا الاثنين في نفس الاتجاه يبقى عين ا ب بتساوي عين ا ناقص عين ب. طب لو بيتحركوا في عكس الاتجاه، يعني الجسمين بيتحركوا عكس بعض في الاتجاه، يبقى اقدر اقول ان عين ا ب بتساوي عين ا زائد عين ب. بس خد بالك بقى من الترتيب، عين ا ب يبقى عين ا عين ب، عين ا ب برضه عين ا عين ب، عين ا ب عين ا عين ب. تفرق معاك بس الاشارات في الصوره القياسيه، انما الصوره المتجهه شكل واحد. طب نرجع تاني لسؤالنا كده ونشوف السؤال بيقول ايه؟ نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. يتحرك راكب دراجه ا على طريق مستقيم بسرعه 15 كيلومتر في الساعه، ويتحرك في نفس الاتجاه راكب دراجه ب بسرعه 12 كيلومتر في الساعه، فإن سرعة ب بالنسبة لألف تساوي واحد. أنا عايزك وأنت بتقرا تركز، أنت هتتحرك أولاً دي كميات قياسية، خد بالك دي مش متجهة. يبقى ده أنا هشتغل بالقانونين اللي أنا كنت كاتبهم تحت. تمام؟ ده القانون اللي قدامك، المعطيات اللي قدامك دي صورة قياسية مش صورة متجهة. يبقى أنا هشتغل بالقانونين اللي كانوا موجودين تحت، يبقى أنا يلزمني هنا أكون عارف حاجة كويسة أوي. هما الجسمين دول بيتحركوا في نفس الاتجاه ولا في عكس الاتجاه؟ ودي نقطة مهمة. هقرا بقى براحة عشان ادور على الحتة دي. يتحرك راكب دراجة في طريق مستقيم ويتحرك في نفس الاتجاه. يبقى حضرتك وانت قاعد في الامتحان كده، نفس الاتجاه دي اتحط عليها 100 خط. يبقى الجسمين بيتحركوا في نفس الاتجاه، واحد ب 15 والتاني بكام؟ ب 12. طب ما على طول ابدا اشتغل بقى. يبقى عايز مين هو؟ فإن سرعة ب بالنسبة لألف بترتيب الحروف والقراية يا ولاد، سرعة ب بالنسبة لألف اسمها عين ب ألف. اللي بيقول معايا ده برافو عليه.
خدها بالترتيب كده، امشي معاها بالترتيب. فإن سرعة، يلا نترجم من عربي لرياضة، فإن سرعة ب بالنسبة لألف، دي بيسموها في الرياضة عين ب ألف. تمام يا ولاد؟ حطيت القانون بتاعي عين ب ألف بيساوي عين ب ناقص عين ألف، لأنهم بيتحركوا في نفس الاتجاه. طيب أبدأ عوض، يبقى عين ب ألف بيساوي عين ب بكام؟ ب 12. طب ناقص عين ألف بكام؟ ب 15. اتفقنا؟ طيب أما أجي أطرحهم تطلع بكام؟ تطلع عين ب ألف بتساوي سالب 3. بتساوي سالب إيه يا ولاد؟ 3. تمام؟ طب سالب 3 يبقى أختار مين؟ سالب 3. يجي حد يسألني يقول لي يا مستر هو في سرعة بالسالب؟ لا يا حبيبي مفيش سرعة بالسالب، السالب اللي هنا دي بتاعت الاتجاه، بتاعت الإحساس. يعني إيه بتاعت الإحساس؟ يعني هقول لحضرتك، لو أنا النهاردة عندي عربيتين ماشيين ورا بعض، والعربية اللي ورا دي هي الأسرع، متخيلين يا أولاد؟ العربية اللي جاية من ورا دي أسرع. في فرق في الإحساسين بالاتنين. في فرق في الإحساسين بالاتنين. الإحساسين من ناحية إيه؟ العربية السريعة اللي جاية من ورا وهي بتعدي العربية البطيئة، بيحس إن العربية البطيئة يا أولاد بترجع لورا. عنده إحساس إنها بترجع لورا. عكس البطيء بيحس إن السريع طالع لقدام. الإحساسين هنا بيختلفوا. وطالما الإحساسات اختلفت فده بيحس إنه راجع لورا فبيحس إنها بالسالب. السالب اللي موجودة يا أولاد عندنا في السؤال دي بتاعت الاتجاه. يبقى السالب اللي طلعت لي دي عشان ما تتخضش في الامتحان. السالب دي بتاعت الاتجاه عشان ما تقوليش ما فيش سرعة بالسالب. تمام؟ طيب يبقى أنا كده هختار سالب 3 وأنا مطمن. طيب نشوف سؤال تاني. بص بقى فرق السؤال ده من السؤال ده. بيقول لي إذا كانت عين أ بتساوي 5 نون. إيه نون ده؟ نون ده يا أولاد يقصد بها إن السرعة بتساوي 5 في اتجاه المتجه نون. في اتجاه المتجه نون. طب المتجه نون ده بيسموه متجه وحده في اتجاه الحركه. هقول تاني على فكره وهي مش تفرق معاك في التفكير، بس النون ده بيسموه متجه وحده في اتجاه الحركه. طيب يبقى كده هو بيديني معطيات بالصوره المتجهه، مديني معطياتي بالصوره المتجهه، وبيقول لي ان عين ألف بتساوي 5 نون. طب وعين ب بتساوي كام؟ سالب 12 نون. فان عين ألف ب، عايز عين ألف ب. طب عين ألف ب بالصورة المتجهة قلت لك هو قانون واحد ما فيهوش اختيارات، بيساوي عين ألف ناقص عين ب. طب تعالى نعوض، يبقى عين ألف ب بيساوي 5 نون اللي هي عين ألف ناقص، طب عين ب بكام؟ بسالب 12 نون. بسالب 12 نون. طب احسب دي كده يبقى تطلع معانا كام يا أولاد؟ 17 نون. يبقى روح اختار على طول 17 نون. فهمنا كويس؟ المسألتين دول يتذاكروا ورا بعض عشان تقدر تميز ما بين الصورة القياسية للمعطيات ولا هو بيديني المعطيات بتاعي بالصورة المتجهة، وابدأ اشتغل وربنا يوفقكم ان شاء الله. نشوف سؤال تاني. بيقول لي إذا كان عين أ ب بيساوي 3 ي وعين ب بيساوي 2 ي، فإن عين أ، الله أنتوا كده أشطر مني بقى، تعال ركز، المعطيات دي بالصورة لإيه؟ أسمع المتجهة، برافو عليكم. طب في كام قانون؟ واحد، تمام. طب ما تيجي نحط القانون بتاعنا بعد كده نشتغل. القانون بيقول عين أ ب بيساوي عين أ ناقص عين ب. طيب ما تيجي نعوض، مين عين أ ب؟ عين أ ب في المعطيات هي يا ولاد ب 3 ي، حطيت 3 ي. طب عين أ مش موجودة، ده المطلوب، يبقى دي عين أ ناقص. طب مين تاني؟ عين ب. عين ب عندي ب 2 ي. طب 2 ي هتروح الناحية التانية بالجمع، يبقى عين أ بتساوي 5 ي. يبقى سرعة الجسم أ كان بيساوي 5 في اتجاه المتجه ي، وقلت لك المتجه ي ده برضه بيسموه متجه وحدة، تمام؟ في اتجاه الحركة، هو ممكن يقول لك كده في السؤال، حيث ي ده متجه وحدة في اتجاه الحركة، تمام؟ تمام، يبقى هنختار مين يا أولاد؟ هنختار 5 ي، يبقى أنا كده اخترت اختيار السليم. طيب، نسمي بالله تاني ونبدأ سؤال جديد. قامت سيارة شرطة متحركة بسرعة منتظمة على طريق أفقي بقياس، خد بالك بقى من كلمة قياس، يعني مين اللي هتقيس؟ سيارة الشرطة. أيوه اللي هو أنهي حرف، الأولاني ولا التاني؟ الحرف التاني. عين أ ب يبقى ب هو اللي بيقيس، تمام يا أولاد؟ السرعة النسبية لشاحنة تتحرك أمامها وفي نفس الاتجاه. يعني يا أولاد أنا عندي الشاحنة بتتحرك في نفس اتجاه السيارة وأمامها، يعني الشكل عامل إزاي؟ عامل كده يا أولاد. الشاحنة اللي هو بص نقرا تاني الحتة دي، لشاحنة تتحرك أمامها وفي نفس الاتجاه، كلمتين مهمين قوي، يعني الشاحنة قدام سيارة الشرطة وبتتحرك معاها في نفس الإيه؟
الاتجاه. فوجدتها 60 كيلومتر في الساعه. طب نقف عند الكلمه دي، الجمله دي كده، ونحاول نترجمها. لو انا سميت سياره الشرطه دي عين الف، يبقى اكيد الشاحنه هسميها مين يا اولاد؟ عين ب. طب ما تيجي نترجم الجمله دي تاني كده، هقراها بسرعه. قامت سياره شرطه متحركه بسرعه منتظمه على طريق افقي بقياس السرعه النسبيه لشاحنه تتحرك امامها وفي نفس الاتجاه، فوجدتها 60 كيلومتر في الساعه. مين بقى اولاد 60 كيلومتر في الساعه دي؟ دي بيسموها عين ب الف، يعني سرعه الشاحنه بالنسبه لسياره الشرطه. وانا قلت لكم اللي بيرصد او اللي بيشوف او اللي بيقيس هو دايما الحرف الايه؟ التاني. طب ما هم كده بيتحركوا في نفس الاتجاه يا اولاد ولا في عكس الاتجاه؟ لا، دول بيتحركوا في نفس الاتجاه. طب ايه القانون بتاعك؟ يبقى بيترجم كده عين ب الف بتبقى عباره عن عين ب ناقص عين الف، ده الكلام ده هيساوي كام؟ 60. وحطينا سالب المره دي لان هم بيتحركوا في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه، في كلمات كده يا اولاد ما تستبش في الميكانيكا، لازم على طول دماغك بتفكر فيها على طول باستمرار. طب نكمل. ولما زيدت سرعه سياره الشرطه، راح السواق بتاع سياره الشرطه راح مزود السرعه، بس مزودها الى ايه؟ الى الضعف، يعني خلى سرعته الضعف، تمام؟ واعادت القياس، فبدت الشاحنه وكانها ساكنه. يعني الراجل زود السرعه بتاعته الضعف وبدا يبص من جديد، بدا نظره يبص من جديد على الشاحنه، يقيس سرعتها النسبيه لقاها بصفر. عرفت منين يا مستر انها صفر؟ ما هو قال لك وكانها ساكنه. وكانها ايه؟ ساكنه، يعني اكن سرعتها بكام؟ بصفر. اوجد السرعه الفعليه. طب ما تيجي نترجم الجمله دي. طيب ما هو سياره الشرطه بصت تاني، يبقى عين ب الف اللي هي سرعه الشاحنه بالنسبه لسياره الشرطه بصفر. طب ما تيجي نترجم دي، يبقى عين ب ايه يا مستر بقى؟ انت كتبت 2 عين الف. ايوه، ما هو سرعه سياره الشرطه كانت زمان اسمها عين الف، انما هو بعد فتره زود السرعه للضعف فبقت اسمها 2 عين الف. ما هو اولاد السرعه زادت للايه؟ للضعف، فتبقى 2 عين الف. طب قال لي لو نقصت الى نصفها يبقى اسمها نصف عين الف، تمام؟ فاهمين الكلام ده؟ تمام. طيب الكلام ده بيساوي كام؟ صفر. طب ظهر عندي معادلتين، ظهر عندي معادلتين، معادله اسمها عين ب ناقص عين الف، وعين ب دي السرعه الفعليه للشاحنه، وعين الف دي اسمها السرعه الفعليه لسياره الشرطه، وبالتالي عين ب برضو ناقص 2 عين الف دول نفس السرعات. طب اتصرف ازاي في المعادلتين دول يا اولاد؟ المعادلتين دول في الطبيعي كنا بنقول بطرح المعادلتين، بطرح المعادلتين. تعال نطرح بس بالراحه وناخد بالنا من الاشارات. عين ب ناقص عين ب كده هيطيروا مع بعض، ده بصفر. طب في عندي سالب عين الف ناقص سالب 2 عين الف، طب هنا ناقص في سالب، اشارتين زي بعض تطلع بالموجب، يبقى يطلع حاصل طرحهم بكام يا جماعه؟ يطلع بعين الف بتساوي 60 ناقص صفر تطلع ب 60. يبقى سرعه السياره الف بكام؟ ب 60. الف دي اللي هي مين؟ سياره الشرطه. يبقى سياره الشرطه كانت ماشيه ب 60 كيلومتر في الساعه. طب الشاحنه هنحط العين الف هنا ب 60 يا اولاد مكان ما انا بشاور كده، هتبقى سالب 60، هتروح بالموجب تبقى عين ب بتساوي 120 كيلومتر في الساعه. طب ما تيجي نشوفها كده بالعقل. في الاول كانت الشاحنه ماشيه ب 120 وكانت سياره الشرطه ماشيه وراها ب 60. لما يكون ده ب 60 وده ب 120 والاثنين بيتحركوا يا اولاد في نفس الاتجاه، هيحس، هيجي له احساس ان هو ماشي ب 60، فرق السرعات، تمام؟ لما زود سرعته للضعف بقت 60 ب 120، بقت سرعته 120. لما يجي يبص على حد ماشي ب 120 هو كمان في نفس الاتجاه هيحس ان هو ساكن، تمام؟ يبقى خد بالك احنا الفرق في الرياضيات العاديه والتطبيقات ان انت هنا ممكن تحس بالسؤال، وده السؤال اللي انتوا دايما بتسالوه لنا، احنا بناخد رياضه نعمل بيها ايه؟ دي التطبيقات بتاعتنا اللي تحسسك انت بتدرس الرياضه دي ليه؟ تمام يا ولاد؟ تمام، ربنا معاكم يا رب يوفقكم. ونشوف مثال تاني. قطع راكب دراجه 30 كيلومتر على طريق مستقيم بسرعة 15 كيلومتر في الساعة. سواق دراجة عجلة بيسوق ب 15 كيلومتر في الساعة، تمام؟ بس مش بيبقى قد إيه؟ 30 كيلومتر. ثم عاد فقطع 10 كيلومتر في الاتجاه المعاكس. كلمة في الاتجاه المعاكس يا ولاد يعني رجع، يعني هو كان رايح مشوار وبدأ يمشي في الاتجاه الإيه؟ العكسي. بسرعة كام؟ 10 كيلومتر في الإيه؟ في الساعة. أوجد متجه سرعته المتوسطة خلال الرحلة كلها. طيب تعال نرسم رسمة صغيرة كده توضح لك اللي حصل.
ادي الولد اللي كان راكب الدراجه مشي من الف راح لب، كان خد 30 كيلومتر تمام، وال 30 كيلومتر دول كان ماشيهم بسرعه كام؟ 15 كيلومتر في الساعه. بعد كده رجع من ب لحد ج مثلا على نفس الطريق، بس كان المسافه دي كام؟ 10 كيلومتر، ومشيها بقد ايه؟ مشيها ب 10 كيلومتر في الساعه. طب الراجل عايز السرعه المتوسطه. يا اولاد السرعه المتوسطه عايزك برضو في قانون عندنا كتير النهارده وعايزك تكرره معايا كتير، لازم يبقى من الثوابت اللي عندك في دماغك. المثلث في عين نون، السرعه بتساوي مسافه على مين؟ زمن، والزمن بيساوي مسافه على سرعه. تمام يا اولاد؟ تمام. ايه بقى حكايه السرعه المتوسطه؟ قال لي انا عايز سرعته المتوسطه، السرعه المتوسطه بتساوي مين؟ بتساوي، خد بالك بسال كلمه متجه. متجه. حط تحتها 100 خط، متجه سرعته المتوسطه. عشان اجيب متجه سرعته المتوسطه يبقى انا محتاج اجيب الازاحه وليس المسافه، الازاحه على مين؟ على الزمن. الازاحه على مين يا اولاد؟ على الزمن. طب تعال نشوف هنحسب ازاي. تعال نحسب الازاحه. فيه بتساوي هو مشي الاول 30 في اتجاه س، يبقى دي 30 س، ورجع عاد. عاد يعني ايه يا اولاد؟ يعني بقى في عكس اتجاه الس، في عكس اتجاه مين؟ الس، يبقى اسمها سالب 10 س. ده يطلع 20 مين؟ 20 س. طيب الزمن، الزمن من المثلث اللي عندي بيساوي المسافه على مين يا جماعه؟ على السرعه. طيب الزمن المسافه على سرعه، طب انهي مسافه وانهي سرعه؟ لا ما هو انا عايز زمن الرحله كلها، انا عايز زمن الرحله كلها تمام، يعني المرحلتين على بعض، والزمن مش كميه متجهه، الزمن مش كميه متجهه، ده كميه قياسيه، يبقى موضوع المتجهات مش هيشتغل معايا. طب هحسب الزمن ازاي؟ انا عارف ان الزمن بيساوي مسافه على سرعه، يبقى همسك المرحله الاولانيه، هو المسافه كام؟ 30. طب والسرعه كانت كام؟ 15. يبقى هقسم 30 على 15 يديني الزمن اللي خده في المرحله الاولانيه، ازود عليه بقى كمان الزمن بتاع الرجوع. طيب ما هو الزمن برضو بيساوي مسافه على سرعه، هو رجع مسافه قد ايه؟ 10 كيلومتر. طب بسرعته كام؟ 10 كيلومتر على الساعه، يبقى اجيب المسافه مقسومه على مين؟ على السرعه. اجمع ده بالاله الحاسبه بتاعتي يطلع 3 ساعات، يعني الزمن الكل للرحله دي 3 ساعات. تمام يا اولاد؟ طب انا عايز بقى متجه سرعته المتوسطه، يبقى لما اجي اقول كده اقول السرعه المتوسطه بتساوي الازاحه الكليه على الزمن الكلي، الازاحه الكليه على الزمن ايه يا اولاد؟ الكلي. طيب الازاحه بكام؟ ب 20 س. طب والزمن كام؟ 3، تطلع 20 على 3 س. ده يا اولاد بيسموه متجه السرعه المتوسطه. طب لو قال لك انا عايز مقدار السرعه المتوسطه او معيار السرعه المتوسطه، لو طلب مقدار او معيار بقول له 20 على 3 وابدا احط الوحدات بتاعتي، اشوف الوحدات بتاعتي كانت كيلومتر على الساعه، فاقول له يبقى متجه السرعه المتوسطه 20 على 3 كيلومتر على الساعه. تمام؟ ومش عايزك تتخض، انت ممكن السرعه المتوسطه تطلع معاك بالسالب، وممكن كمان تطلع معاك صفر، ممكن تطلع كميه موجبه زي ما انت شايفها، السرعه المتوسطه ممكن تطلع معاك باي اشاره، فما تتخضش، طبق قانونك صح عشان مسالتك ان شاء الله تطلع صح. واقول لك امتى تطلع سالب بسرعه كده. لو كان هو رجع بعد الالف، متخيلين يا اولاد انا ماشي بالسهم معاك اهو، كان رجع من ب لمسافه بعد الالف، مسافه اكتر من 30، كنت حضرتك لما هتيجي تطرح في المنطقه دي كان هيطلع معاك بالسالب، يعني وانت بتجيب الازاحه كانت هتطلع معاك بالايه؟ بالسالب، فما تتخضش. تمام؟ انما لما يجي يطلب معيار، معيار السرعه المتوسطه ده دايما كميه موجبه. فاهمين يا اولاد؟ فاهمين. طيب نشوف مثال تاني. سار رجل على طريق مستقيم فقطع 800 متر بسرعة 9 كيلومتر في الساعة، وقطع نفس المسافة. يعني ايه نفس المسافة؟ يعني نفس ال 800 متر. واحد دلوقتي بيقول لي مثلا، او ولد قاعد مصحصح او بنت مصحصحة كده، تقول لي استنى يا مستر انت من الاول قلت ودنك والوحدات. ايوه صح، متر كيلومتر في الساعة. مستر احنا عندنا مشكلة في الوحدات. برافو عليكم شاطرين، ايوه كده شاطرين، في مشكلة في الوحدات، يبقى احنا كده فايقين لنفسنا ونبدا نركز عشان ما نغلطش. وقطع نفس المسافه، نفس المسافه اللي هو برضه نفس ال 800 متر بس بسرعه مختلفه بقى، السرعه المره دي كانت 4.5 كيلومتر في الساعه. تمام يا اولاد؟ تمام. اوجد مقدار السرعه المتوسطه للرجل خلال الرحله كلها. عايز مقدار السرعه الايه؟ المتوسطه. ركزوا معايا بقى. قال لك في نفس الاتجاه، قطع في نفس الاتجاه، يعني ما رجعش.
فاكرين المساله اللي فاتت لما كان ماشي في اتجاه س ورجع في الاتجاه العكسي؟ لا هنا بقى ما رجعش. تمام؟ هنا كمل في نفس الاتجاه. طب ما تيجي نجيب كده الازاحه. ايه ده يا مستر؟ هو القانون ده معاك في كل حته ان شاء الله، يعني طول ما السرعه منتظم. طيب نشوف كده الازاحه. يبقى 8 من ايه يا مستر بقى 8 من 10 دي؟ مش احنا اتفقنا ان ده متر وده كيلومتر؟ يبقى ال 800 متر هقسمهم على 1000، ال 800 متر هقسمهم على 1000 يطلع كام؟ 8 من 10 س زائد 8 من 10 س عشان في نفس الاتجاه، يطلع 1.6 من 10 س. 1.6 من 10 يا اولاد س. تمام. طيب الزمن، اجيب الزمن الكلي. الزمن زي المساله اللي فاتت بالظبط، مسافه على سرعه. طب مسافه او زمن المرحله الاولى يبقى 8 من 10 على 9 اللي هي المسافه على السرعه، وفي المرحله الثانيه المسافه برضو على السرعه، واحسب الزمن يطلع 4 على 15 ساعه. طيب انا عايز مين هنا؟ عايز متجه السرعه المتوسطه بيساوي الازاحه الكليه على الزمن الكلي، اقسم واطلع السرعه المتوسطه. بس هو كان طالب مقدار، فاجي اقول له كده يبقى مقدار السرعه المتوسطه للرجل خلال الرحله كلها بيساوي 6 كيلومتر في الساعه. يا رب تكونوا فاهمين كويس. نشوف مثال تاني. يمثل الشكل المقابل العلاقة بين المسافة بالكيلومتر والزمن بالساعة لمسار دراجة بخارية تتحرك بين مدينتين. أجيب عما قال. بص يا ولاد، قبل ما نقرأ السؤال كده أنا عايزك تعرف تقرأ من الرسم البياني. بص يا ولاد كده، أنا هحرك المؤشر كده وبص معايا بعينيك. طول ما الخط المستقيم ده ماشي بالمنظر ده، معنى كده إن ده اتجاه ذهاب، يعني بدأ واحد بدأ الرحلة بتاعته. طب لما الخط يتقلب بالمنظر ده، ده كده بتاع العودة، يعني ده كده بدأ عمل حاجة. يعني ده مثلا انت حضرتك ركبت عربيه او ركبت العجله بتاعتك ومشيت رحت مشوار بعيد، وفجاه ثبت كده. ده كده يا اولاد معناه ثبات، مفيش حركه. بس ما هو مفيش حركه بس الزمن بيعدي. يعني لو حضرتك واخد ساعه كده وعمال تحسب لرحله ما انت عملتها وطلعت رحت مشوار وفضلت واقف شويه، كل ده الزمن شغال. يبقى الزمن ملوش موضوع، انما الازاحه عندك ما بتتغيرش او المسافه اللي انت مشيتها ما بتتغيرش. تمام. ويبدا يرجع تاني لحد ما رجع لنفس الموضع الابتدائي بتاعه. تمام؟ يبقى ده الذهاب وده مين يا اولاد؟ العودة. عايز مقدار السرعة المتوسطة للدراجة في أثناء الذهاب. وعايز كمان مقدار السرعة المتوسطة للدراجة في أثناء العودة. على فكرة يا اولاد، لو تسمعوا كلامي كده، مقدار السرعة المتوسطة للدراجة أثناء الذهاب ده بيساوي الميل بتاع الخط المستقيم ده. الميل بتاع الخط المستقيم. وفي العودة نفس الموضوع. بس احنا عشان نحاول نحافظ على نفس طريقة الحل، تعال نشوف السرعة المتوسطة هنجيبها ازاي. السرعة المتوسطة في الذهاب بيساوي الإزاحة على مين يا اولاد؟ الإزاحة على الزمن. طيب هو عمل ازاحه قد ايه؟ هو مشي من هنا لحد ما وصل هنا، ده الذهاب. طب ما تبص كده على الازاحه عندك بكام؟ ما هو قايل لك المسافه هو بالكيلو متر، يبقى مشي كام؟ 90 كيلو متر. طب ساعتها كان خد زمن كام؟ ايوه 3 ساعات. يبقى هقسم 90 على 3 تطلع 30 كيلو متر في الايه؟ في الساعه. طب عايز كمان العوده. طب في العوده اثناء العوده يبقى المنحنى ده او الخط ده. طيب اجيب ازاي السرعه المتوسطه؟ السرعة المتوسطة ساعتها يا اولاد هتبقى بتساوي المسافة اللي مشيها. طب المسافة اللي مشيها كام؟ ما هو من هنا لهنا برضه يا اولاد اعلى حاجة كام؟ 90. بس الزمن اللي خده بقى كام؟ من 6 ل 8 يعتبر 2، يبقى 45 كيلو متر في الايه؟ في الساعة. اعزائي اولادي وبناتي، يا رب تكونوا استفدتوا من المراجعة ونكون اضفنا لكم حاجة تفيدكم ان شاء الله في الامتحان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.